So as I said earlier, it is my pleasure. أسلفت ذكر أنه لمن دواعي سرور أن أستضيف هذا اللقاء الافتراضي والذي سيركز على ما اكتشفناه من يعني نتائج من خلال النقاشات التي ركزت على يعني نفاذ الفئة الهشة إلى مرفق العدالة في زمن جائحة كوفيد 19 وكيف أثرت جائحة كوفيد 19 على نفاذ الفئة الهشة إلى مرفق العدالة وبالتالي هذه الجائحة قد زادت الطين بلة وعقدت النفاذ إلى العدالة وخاصة في سياقات غير مستقرة ومن رغم الصعوبات الجمة فإن المجتمع المحلي في ليبيا أبدأ العديد من المجهودات ويعني قام بالتواصل مع الفئات الضعيفة والذي يتطلب شجاعة وذكاء وهذه الورقة النقاش هي مبنية على لقاءات عديد مع أعضاء ILAC وكذلك الرابطة الأمريكية للقانونيين وكذلك مع مجموعة PILPG في هذه الورشة سنركز على المواضيع الهامة التي ركزنا عليها في ورقة النقاش وتتضمن العنف ضد النساء كذلك يعني المنظومة القضائية وتطوير المنظومة القضائية ثم بادي بذلك سوف نتطرق إلى الأمور التنظيمية بالنسبة للترجمة أعتقد أن الأمور جيدة بالنسبة للترجمة وأنكم نفذتم إلى الترجمة على الجهة اليمنى لديكم يمكنكم اختيار إما العربية أو الإنجليزية ومتابعة هذه الورشة بكلتا اللغتين إن كانت لديكم أسئلة إلى المتحدثين سوف نسجل أسئلتكم في صندوق الدردشة على يعني في الجهة اليمنى للشاشة ويعني لا تترددوا بإرسالي وطرح أسئلتكم وسأبذل قصارى جهدي للإجابة على أسئلتكم سوف تكون هناك رابط موجودة على مستوى صندوق الدردشة بالعربية والإنجليزية وبالتالي فتفضلوا بنفاذ إلى هذه الروابط أو يمكنكم اللجوء كذلك إلى موقع الإنترنت وكذا قنوات التواصل الاجتماعي حيث تجدون العديد من المعلومات وأخيراً وليس آخراً فهذه الورشة سيتم تسجيلها وبعد تسجيلها سيتم نشرها في وسيلة الإعلام الخاصة بإيلاك المجمع الدولي للمساعدة القانونية من دواعي السرور سأقدم نينا تسوسوريا وهي يعني هي المديرة القطرية لمبادرة سيادة القانون لدى الرابطة الأمريكية القانونية ستتقاسم معنا بعض الأفكار حول ما قامت به الـIBA والرابطة الأمريكية للقانونيين أشكركم جزيل الشكر أيها السادة والسيدات باسم مبادرة سيادة القانون لدى الرابطة الأمريكية للقانونيين أرحب بكم في هذا الورشة الخاصة بنفاذ الفئات الهشة إلى مرفق العدالة في زمن جائحة الكوفيد 19 وقد قمنا بالعديد منكم سأقوم بتلخيص ما قمنا به في ليبيا بالنسبة لبرنامج ليبيا تم إطلاقه في 2012 ولدينا العديد من اللقاءات والأعمال مع القطاع العدلي في ليبيا وكذلك مع منظمة المحامين ووفرنا العديد من التدريبات إلى أعضاء المجتمع المدني حول مواضيع مختلفة فيما في ذلك المعايير الدولية حول حقوق المهاجرين وكذلك عن موضوع العدالة الانتقالية وكذلك الجرائم السيبرنية وكذلك العديد من المواضيع الأخرى وكذلك حرية التعبير وبرامج الـIBA تساعد ليبيا في على مستوى المؤسسات القانونية من أجل تصميم برنامج برامج وأنشطة تثقيفية وعلاوة على هذه البرامج
فالاي بي اي ساندت شركائها على مستوى المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكوميه لرفع الوعي حول جائحه كوفيد 19 وكذلك يعني التصدي الى الاخبار المزيفه. وقمنا كذلك بتقييم اثر الجائحه على النفاذ الى مرفق العداله هذه، وقد ركزنا على النفاذ إلى العدالة بالنسبة للفئات الهشة في وقت الجائحة، جائحة كوفيد 19. التقرير الذي يخص تونس تم نشره، وكذلك هناك تقارير بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت لدينا العديد من اللقاءات مع المهنيين والمختصين في ليبيا وكذلك مع البي اي ال بي جي، وهذه اللقاءات او تمت في شهر ديسمبر 2020، وقد تابعتها العديد من التحليلات لهذه الملتقيات وهذه الاستجوابات، وقد ركزنا على يعني النفاذ الى العداله وكذلك النفاذ الى المعلومه القضائيه. ولدينا اود أن أوجه شكري إلى المحامين الذين شاركوا في العديد من هذه المقابلات، وأتمنى أن العديد منهم معنا متواجدون اليوم. اليوم سنناقش نتائج هذه اللقاءات وهذه الاستجوابات حول نفاذ إلى العدالة في وقت جائحة 19. هذه الجائحة قد تسببت في تحديات عديدة وعلى المستوى القومي والدولي، وليس من المفاجأة أن الفئات الهشة في سياقات ضعيفة ستكون أكثر تأثراً، وليبيا ليست باستثناء. وبالنسبة للمؤسسات القضائية كذلك واجهت العديد من التحديات، وسوف نستمع إلى المزيد من هذه التفاصيل حول هذا الموضوع. ولكن نتفق الجميع أن حدة هذه التحديات التي سببتها الجائحة تتطلب المزيد من المجهودات وكذلك سنداً هاماً من المجموعة الدولية. وفي هذا الصدد أنا مسرورة لأن أعلن أن الـ ABA قامت بتقديم الدعم إلى البرامج التي ترتبط بالتصدي إلى العنف الموجه ضد المرأة والمبني على النوع الاجتماعي، ولدينا حملات لرفع الوعي حول هذا الموضوع وكذلك لتوفير كذلك الإعانة العدلية والقانونية للفئات الضعيفة قصد تحسين نفاذها إلى مرفق العدالة، وكذلك من أجل أن تكون هناك يعني أكثر عناية لقضاياهم. وفي نهاية أريد أن أعبر عن أملي أن هذا التقرير سيصبح أداة لتقييم الوضع في ليبيا، وسيكون يعني تقرير يمكنكم المضي قدما نحو غد أفضل في ليبيا. شكرا لنا على هذا التقديم. سوف نعطي الكلمة السيدة إلفا هارتمان، وهي المستشارة القانونية لدى المجمع الدولي للإعانة القانونية، لتعطينا بعض التفاصيل حول نتائج هذا التقرير. سوف أتقاسم معكم الشاشة حتى تتمكنوا من التركيز على هذه النتائج. أود أن أشكر يعني ما المساعدة وأثني على ما قدمته الـ ABA رولي من مساعدة، وأريد كذلك أن أشكر المهنيين القانونيين في ليبيا والذين ساعدونا والذين شاركوا في هذه المقابلات، وقد انبهرت أيما انبهار بجدية عملهم وبمثابرتهم في هذا الشأن، ونشكركم على المساعدة القيمة التي قدمتموها. كما أسلفت الذكر سوف أعطي بعض أن سأقدم بعض النتائج لهذا التقرير، وبالطبع سيكون التركيز على احتياجات العدالة اليومية للفئات الضعيفة، طبعا الحاجيات اليومية للفئات الضعيفة في ليبيا، وما نعنيه بذلك النزاعات التي يواجهها الأشخاص العاديين في حياتهم اليومية،
وبالتالي يجب أن نؤكد على السياق الذي ليبيا فيه. وهناك العديد من الاعتداءات والانتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن هذا ليس ما سنركز عليه اليوم. طبعاً لقد قمنا بالعديد من المقابلات وقمنا بعديد قمنا بمسوح متعددة، وأريد أن أؤكد نحن لا ندعي أن نكون هذا التقرير ملماً إلماماً شاملاً بكل التفاصيل وأننا تطرقنا إلى كل المشاكل، ولكن سيكون يعني وسيلة لإعطاء وإبداء الرأي وإعطاء بعض الأفكار حول واقع الفئات الضعيفة فيما يخص النفاذ إلى منظومة العدالة، وهذا من شأنه أن يلهم ويثير المزيد من النقاشات أو المبادرات والتوصيات في المستقبل لكي نمضي قدما نحو غد أفضل. أريد أن أؤكد منذ البداية أن أحد الأجزاء التي ركزنا عليه هو أن يعني المرفق القضائي قد تم إغلاقه أثناء يعني جائحة الكوفيد وأثناء الأعياد الرسمية والدينية والوطنية، وبالتالي وقد شكل ذلك مخاوف عديدة، وكذلك خاصة الخوف من عدم تواجد القانون، وقد هذا قد ربما ساعد على المزيد من الإفلات من العقاب في ليبيا. إذن اليوم سنركز على ثلاثة مظاهر أو مجالات أساسية، منها العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكذلك بالنسبة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وحقوق النساء والفتيات. هناك فئة ركزنا عليها من خلال المستجوبين هي الأمهات العازبات وأطفالهن، العديد منهن لديهم قضايا نفقة أثناء الجائحة، وبالتالي كان لذلك تداعيات وخيمة، العديد منهم فقد يعني مأواهم ومنازلهم، وبعض المستجوبين كان هناك قلة دراية بالنسبة للنساء بشأن حقوقهن، ولم تكن على دراية أنهم أن بإمكانهن الحصول على الرعاية بالنسبة للأطفال، وأن لديهن الحق في الإبقاء على حضانة الأطفال. وبالتالي قمنا بيعني ملاحظة هذه النتائج، كما ركز الإجابات على ضعف الحماية القانونية بالنسبة للعنف الأسري وزواج الأطفال، وكان هناك زيادة في العنف الأسري، وهذا قد تأكد في العديد من الدول الأخرى وكذلك في ليبيا. هناك بعض الإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها، كمثلا تبني تشريعات تخص العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهناك مسودة قانون سنة 2017، وبالتالي يجب أن نقوم بتحيين هذه التشريعات حتى نتقدم في هذا الشأن، وأن نوصي بتعديل القانون رقم 10 لسنة 84 يعني التخلي عن زواج الأطفال ومنع زواج الأطفال. بالنسبة للنقطة الثانية التي ركز عليها هذا التقرير هي المساعدة القانونية والتمثيل. لقد تقلصت المساعدة القانونية طبعا أثناء الجائحة، والمستجوبين أبدوا انشغالهم في هذا الصدد، وبالتالي من المهم بالنسبة للمحامين والمجتمع المدني أن يساعدوا في هذا الشأن، أي في المساعدة القانونية، ونحن نهتم
بدور المحامين العامين وموارد المحامين العامين. ونحن لدينا برامج لتوفير السند وخاصة بالنسبة للقضايا قضايا الحضانة والقضايا المستعجلة وكذلك حق الزيارة. وقبل الجائحة موارد المحامين العامين كانت شحيحة حتى قبل الجائحة، وبالتالي فعلى الضحايا أن يتواصلوا مع المحامين العامين. وبالتالي نحن نوصي أن نوفر المزيد من التمويلات للمحامين العامين حتى يتواصلوا بفعالية أكثر مع المجتمع المحلي لديهم، ولكي نحسن من مردودية وجدوى تدخلاتهم. وهناك الاستثمار في قسم الدفاع القانوني الشعبي، وذلك لتشجيع نقابة المحامين الليبيين على تقديم المزيد من المساعدة القانونية، وللتواصل مع المجتمع المدني والمبادرات في هذا الشأن لمساعدة يعني هذه الشبكات المساعدة القانونية. وكذلك يجب إعلام الجمهور بتوفر هذه المساعدة القانونية. هذا واضح، وهذه مسائل جد هامة، أي النفاذ إلى مرفق العدالة بالنسبة للفئات الهشة. سأنتقل إلى النقطة الهامة، ألا وهي النقطة المتعلقة برقمنة نظام العدالة وتطويره. الجائحة يعني أثبتت مدى حاجتنا إلى رقمنة نظام العدالة. وفي هذه الدراسة لقد كنا يعني مهتمين برقمنة نظام العدالة ومتحمسين لهذه المبادرة. هناك العديد من العوائق والتحديات على مستوى مثلا الاتصالات والإنترنت في ليبيا وانقطاعات كثيرة، وبالتالي سوف نركز على يعني الثقافة الرقمية، وكذلك أن تكون هناك شروط واضحة للخارطة خارطة الرقمنة. كذلك يجب كذلك إعطاء أولوية يعني الوصول عبر الإنترنت إلى القضية وإمكانية تتبع مسار القضية إلى أين وصلت، وكذلك أن نضيف إلى ذلك برامج اتصال وتواصل خاصة بالنسبة للفئات الهشة والتي ليس لديها نفاذ إلى مرفق العدالة. السبب الذي جعلنا نركز على النفاذ إلى المعلومة القانونية لأن المعلومة القانونية هي أقل حساسية إلى انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي بالنسبة للمحاكمات البعيدة مثلا حيث والتي تؤثر على حضور المتقاضين، نحن لا نستثني هذا الجزء، ولكن نحن نركز بالدرجة الأولى على النفاذ إلى المعلومة القانونية، لأن النفاذ إلى هذا النوع من المعلومات سيكون جد مفيد وسيساعد على المتقاضين على الاطلاع على الأقل على مسار قضاياهم. لقد ركزت على أن هذه التوصيات هي في خطواتها الأولى، ونحن في انتظار ربما حلول مهيكلة أكثر، وسوف ربما تكون لدينا فرص في المستقبل لفتح المزيد من الحوارات. وأريد أن أشير في هذا الصدد أنه في المدة الأخيرة قمنا بنشر تقرير حول يعني العدالة وكذلك العدالة الانتقالية، والتي تركز على
على العنف المبني على النوع الاجتماعي وكذلك الرقمنة وكذلك في موقع الإنترنت. هذا النقاش حول الخطوات الأولى هي طريقة جيدة للانفتاح حول مزيد النقاشات مع المتحدثين. وأريد أن أقول أن السلطات الليبية يعني حكومة الوفاق الوطني ستساعد المجتمع المدني وكذلك المجتمع الدولي للاطلاع بهذه المهام، ونتمنى ذلك ونشكركم على الإنصات. Thank you so much, Ilva. شكرا إلفا. الآن سنعطي الكلمة إلى زهرة كانت وهي المؤسسة المشاركة للمنتدى الليبي للسلام، وقد كانت كذلك في المنتدى الليبي للحوار الوطني. أشكر الجميع، أشكر ألفا وأشكركم على هذا العرض لهذا التقرير. سوف أواصل من حيث وقفت إلفا حول هذا التقرير الذي من الأسف لم أطلع على فحواه 100%، وسأنطلق من هنا لأنه لم تكن لدي أي فكرة حول قررتم أن تركزوا على هذه الأولويات. والسؤال الذي تم إرساله إلى المستجوبين، الشيء الأول الذي ربما جلب انتباهي هو نقص على مستوى تحليل النزاع والتركيز على العنف المبني على النوع الاجتماعي والتركيز على بعض المواضيع وإهمال بعض المواضيع الأخرى. بالطبع فإن العنف المبني على النوع الاجتماعي هو أمر هام، وهناك بعض التداخل طبعا بين هناك تداخل بين العديد من الأنواع الأخرى من العنف خاصة بالنسبة للمجتمع الليبي، وكان هناك تحليل ربما أعطى أهمية ربما هناك حساسية للنزاع طبعا. ما لاحظته من خلال أولا بالتأكيد حينما تقولون العنف المبني على النوع الاجتماعي حقوق النساء والبنات، هناك العديد من المواد التي يمكن تغطيتها والتوصيات التي تركز على بعض النواحي، هناك العديد من النواحي وخاصة يعني إطار النزاع. ونعلم جيدا أن التمييز المبني على النوع الاجتماعي هو يلخص كل النزاعات وكذلك يقوض حقوق النساء وأمنهن، وأن العنف ضد النساء هو يعني قد ازداد أثناء باستمرار هذا النزاع. والنقطة الأخرى، هناك عنف مبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، وكذلك تركيز على تحول هذا التحول الذي نشهده أثناء هذه الفترة الانتقالية للنزاع. كل هذه وقائع ثابتة وتؤثر على حركة التشريعات في البلد. النساء هناك ظاهرة النزاع في النطاق العام يؤثر على القطاع الخاص ويؤثر على الناحية الخاصة والخصوصية،
وهناك العنف الأسري ويتم الاعتداء واستعمال النساء كوسائل وأدوات ضغط للحرب ويتم استغلالهن جنسيا في الاتجار بالنساء. وهناك كذلك مواضيع مرتبطة بالنزاع وعنف مرتبط بالنزاع موجه ضد المرأة. وسيكون لدي دراسة إضافية حول النزاع المسلح. هذا الموضوع يركز على العنف المبني على النوع الاجتماعي، ولكن في السنوات الأخيرة في ليبيا كان هناك العديد من أنواع العنف. وأعتقد أنه لقد شاهدت بعض المشاكل، حتى وأننا لا نركز على يعني الاعتداءات الجنسية المرتبطة بالنزاع، فهناك أنواع مختلفة من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتتفرع عنه العديد من العنف الآخر، ولم أره ولم ألاحظه في هذا التقرير، وخاصة بالنسبة للنساء السياسيات. إذا ما تحدثنا عن العنف المبني على النوع الاجتماعي، لا، هناك أنواع متعددة من العنف، العنف الاجتماعي، العنف السياسي، ولا أرى إشارة أو لم نتطرق إلى مواجهة مثلا الهيكل، العوائق الهيكلية والتمييز بين الجنسين، ولم قم بتحليل يعني أشكال هذا التمييز بطريقة متقاطعة، أي يعني بالنظر إلى العنف المبني على النوع الاجتماعي. لست أدري، إلا إذا كان التركيز ربما على العنف الأسري، ولكن ليست هناك توصيات التي تشير إلى العنف الذي تتعرض له المرأة مثلا فيما يخص التمييز ضدهن، فيما يخص الوصول إلى المواقع القيادية، أو فيما يخص الفرص الاقتصادية، أو ربما في قطاعات تخص الأمن والسياسة. ولست متأكدة بالنسبة للتوصيات، هذه التوصيات تم توجيهها إلى السلطات الليبية، هذه التوصيات، ولكن يمكن فعل الكثير، وكذلك توجيه هذه النتائج أو هذه التوصيات إلى التدخلات التي يعني تم إنفاذها في ليبيا. وهذا أيضا موضوع هام يجب أن نركز عليه. وبالنسبة التحليل الذي يأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي ويأخذ بعين الاعتبار النزاع، حينما نتحدث عن العنف المبني عن النوع الاجتماعي أو العنف المبني على النزاع، ليس لا نغطي بعض النقاط التي لا تقل أهمية، مثلا كالإعانة الدولية والمساعدات الدولية. هذه المسائل لا يجب فحسب أن نعطيها، أن نعالجها فيما يخص في نطاق السلطات الليبية، وخاصة في سياق كسياق ليبيا حاليا. وأتفهم أن التركيز هو على الناحية القانونية، ولكن لدينا العديد من المشاكل فيما يخص مدى إنفاذ القوانين في ليبيا. العديد من النساء التي كنا ضحايا للعنف المبني على النوع الاجتماعي أو العنف المرتبط بالنزاع،
ليست هناك مساءلة، ليست هناك أي يعني إمكانية لتتولى الدولة مسؤوليتها، ليست هناك مبادرات، هناك المجتمع الدولي، مثلاً مهمة الأمم المتحدة، ما هي المسائل التي تتطرق إليها، ماذا ما هي الوسائل المعتمدة لنتأكد أن هناك قابلية لإنفاذ القانون في ليبيا، وأن هذه الانتهاكات سيتم التبليغ عنها. وكذلك يمكننا القول فإن مستوى التبليغ عن هذه الانتهاكات وأن مدى قابلية نفاذ العدالة منخفض جدا، وبالتالي فإن هناك الوصمة الاجتماعية. وإذن كيف سنعالج هذه المسائل؟ لم يعني ألاحظ أننا تطرقنا في هذا التقرير إلى معالجة هذه النقاط. هناك كذلك مسائل، هناك النقاط المترابطة حول يعني نتحدث عن النساء، ما هي الفئة العمرية، الأصناف، هل هن يعني لاجئات؟ هناك العديد من المتدخلين في هذه المسألة، ولكن لم نتطرق إلى كل هذه الأطراف المتداخلة. وبالتالي إذن يجب أن تكون هناك توصيات في هذا الشأن. لقد ركزتم على التوصيات، ركزت على النقطة القانونية وهي واقعية طبعا، ولكن غض الطرف عن هشاشة الدولة والمؤسسات، وبالتالي فهي لا تختلف كثيرا عن التوصيات التي تم توجيهها ليبيا منذ 10 سنوات خلت. وبالتالي الكثير من الأشياء يجب مراجعتها، ويمكن أن نقوم ذلك في نطاق التشاورات مع المتدخلين المحليين للتركيز على أولويات المشاكل التي يجب التركيز عليها، وما هي المشاكل التي تغاضينا عن معالجتها. لا أقصد أن أكون متشددة في تحليلي لهذا التقرير، ولكن يعني هذا التقرير للسياسة هو يقودنا في نهاية المطاف أعتقد أن الكثير ما زال يمكن القيام به لمعالجة ما لم يتم التطرق إليه من قبل، وخاصة أن أكون لدينا تحليل أكثر يعني التساق بالأزمة، ويعني أكثر حساسية واعتبار للأزمة. والموضوع هو شاسع حينما نتحدث عن العنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق المرأة. أنا أشير إلى الفجوات وإلى ربما إلى بعض وسأعطي طبعا الوقت للنقاش طبعا حتى نضفي المزيد من الثراء. شكرا جزيلا. سيكون لدينا طبعا المزيد من الوقت لتبادل التعليق في هذا الشأن. سوف نعطي الكلمة إلى الإلحام السعودي، وهي المؤسسة المشاركة وهي مشاركة في الحوار الليبي الاجتماعي الليبي. يجب أن أتذكر طبعا أشكركم على الاستضافة. ما أراه هي يعني نقاش تقديمي لهذه الورقة، وهو لفتح الشهية طبعا لمزيد التحليل والتحاليل والمناقشة.
لقد طلب مني أن أركز على نتائج هذا التقرير من وجهتي نظر من وجهة استعمال يعني رقمنة العدالة وكذلك حقوق المرأة والنفاذ إلى العدالة. نحن نناقش يعني تأثير جائحة كوفيد-19 على الفئات الهشة وكذلك النفاذ إلى العدالة، وهذه المسائل نفاذ العدالة قد سبقت جائحة كوفيد بوقت طويل في ليبيا منذ سنة 2011 بعد اندلاع الثورة، وبالتالي هذه الجائحة قد ربما عكرت الأمور. ومن المهم أن نتذكر أن أحد الأشياء التي تسببت فيها الجائحة هو أنه في فترة قصيرة كانت هناك العديد من الانتهاكات. حينما نتحدث ونفكر في الحلول لهذه يعني الشوائب التي لاحظناها وهذه الصعوبات والتحديات، هناك مسائل ربما قصيرة المدى حول ما يعني تسببت فيه الجائحة، ولتأثير هذه المشاكل ستكون هذه الحلول ربما حلول قصيرة المدى إذا ما ركزنا بهذا المنظور، أي القصير المدى. لقد طلب مني أن أركز على النفاذ إلى الإعانة القانونية، ربما للتمثيل القانوني والحق في الدفاع، أعتقد أن هذا هو الحق الأساسي. من المهم أن أقول أنه من الطبيعي بالنسبة للجميع أن حق التمثيل هو حق أساسي، ويجب أن نعتمد المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في هذا الأساس. نحن هنا نضمن الحقوق الأساسية، ولكن سأعود إلى خلفية التمثيل القانوني في ليبيا. لدينا طبعاً منظومة المحامين العموميين وكذلك المحامين في القطاع الخاص إن كانت لديك الإمكانيات المالية لنفاذ إليه، سواء كان طبعاً المحامين لديهم استقلالية من منظومة الدولة، وبالتالي يمكنهم أن يتقدموا لتمثيل موكليهم. One of the key obstacles to access to justice. العوائق للنفاذ إلى العدالة. يعني المتقاضون عليهم أن يتواصلوا مع محامي القطاع العام، وهنا تكمن الصعوبة. بالنسبة هناك العديد لا يعرف ولا يدرك أن هناك نفاذ إلى منظومة المساعدة القانونية، وخاصة بالنسبة للمهاجرين واللاجئين الذين يمرون بليبيا. يجب كذلك رفع الوعي على مستوى تقديم هذه الخدمات، وأن نجعلهم على دراية أوسع بهذا ولكن هذا لا يقصي يعني الدولة من مسؤولياتها في هذا الصدد وفي القيام والاضطلاع بدورها. وما أركز عليه في التوصيات، يجب أن نركز على الدور المهم الذي تطلع به منظمات المجتمع المدني. ما نقوم به هو اختياري، ولكن ما تقوم به منظمات المجتمع المدني أساسي وضروري. هناك بعض النقاط الأخرى سأتطرق لها في نقاشات موسعة، التثقيف والتربية وتقديم المساعدة القانونية من الوهلة الأولى.
هناك بعض منظمات المجتمع المدني في ليبيا التي تقدم هذه الخدمات، ولكن يجب التكثيف مثل هذه المبادرات. وأتفهم أن يعني ولاية هذا التقرير محدودة جدا، ولكن يعني مناقشة هذه الخيارات وهذه الحلول لهذه المشاكل يعني ربما قد يربكنا نوعا ما. المشاكل الممنهجة موجودة طبعا، رغم أن المجتمع المدني، منظمة المجتمع المدني يمكن أن تتدخل وأن تسد هذا الفراغ، وهذا يجعل يعني المحامين هم يعني بالضرورة المتدخلين يعني فعل الواقع، وهذا يعني لا يمكن أن يتم وأن يفيد في نهاية المطاف. التقرير ركز على حول التمثيل القانوني، يمكنني أن أصيغه بصفة مختلفة. ربما الجائحة قد أبرزت هذه المشاكل وأبرزتها بوضوح أكثر، ويمكنني القول أن المشاكل التي يعاني منها المهاجرين وكذلك يعني الفئات الهشة هي مشاكل يعني تسبق بكثير جائحة كوفيد-19، ولا يمكن ربط هذه المشاكل بجائحة كوفيد-19. So I will admit that when I saw the words digitalization of the judiciary. حينما رأيت عملية رقمنة مرفق العدالة ارتبكت شيئا ما، بعض الشيء ربما ماذا نعني بالضبط يعني رقمنة مرفق العدالة. وحين قرأت مزيد التفاصيل في التقرير ربما ركزنا أكثر على يعني النفاذ إلى العدالة، هناك ربما بعض الشروط التي يجب التقيد بها في عملية التقنين الرقمن، يجب كذلك تحديث المحاكم وتجهيزها بالوسائل الإلكترونية حتى يتمكن من تحيين المنظومة. أحدهم طرح سؤال، هل أن هذه القوانين متوفرة على الموقع الافتراضي وعلى الإنترنت؟ والجواب يكون بالنفي هنا، وبالتالي هناك مرفق ربما يجب أن يكون هناك مرفق أو إطار لحفظ إلكتروني لحفظ هذه الأحكام وهذه القوانين. وكمحامية يمكنني أن أنتبه إلى ما هو غير يعني ليس في محله، وأعتقد بالنسبة لي إذا فكرت في الإطار العام لعملية الرقمنة وكيف يمكن أن ينضم الجميع إلى هذه المنظومة الإلكترونية، يجب أن تكون يعني هذه العملية مركزة، ويجب أن تكون الدولة الطرف الأساسي هنا لتوفير كل الوسائل والمعدات الضرورية. ربما قد نركز على التجارب وعلى يعني كيفية حماية المعطيات ولتحميل هذه البيانات على الإنترنت، هناك مخاوف حول ربما إفشاء بعض المعطيات الشخصية، ربما قد يكون هناك سوء استعمال لهذه المنظومة، ويجب أن تكون لدينا كل الحماية الضرورية للتصدي إلى أي انتهاكات. فهناك ربما بعض المعطيات الطبية التي قد تستغل ربما لمزيد الضغط
أريد أن أضيف حينما نتحدث عن هذه الأدوات يجب أن تكون هذه الأدوات متوفرة وأن يكون لديها نفاذ سهل وأن لا تكون هناك عوائق. ولكن بالنسبة للفئات الهشة قد لا يمكنها النفاذ إلى هذه الأدوات لأن هذا النفاذ للإنترنت يتطلب أن تكون هناك كهرباء متوفرة بصفة متواصلة وهناك طبعا مصاريف وكلفة قد لا يقدرون عليها في نهاية المطاف. كذلك هناك الحق على التواجد والحضور أثناء الجلسة. لقد شاهدنا في بعض الأحيان محاولات لاستعمال الفيديو واستعمال التسجيلات المرئية لهذه الجلسات ولكن هذا لم ينجح وهذا قد يؤثر على حق المواطن في يعني المثول والحضور لدى الجلسة للدفاع عن أنفسهم. الأسئلة التي أطرحها ليست مرتبطة بلو قمنا بهذا وعلينا أن نقوم بهذا. هذه أداة للأفراد وليست أدوات للدولة. Thank you so much for شكرا جزيلا على هذه التعليق وأعتقد أنه أنت محقة جدا حينما قلت أنه في المنظومة المنظومة القضائية فاشلة في من السهل أن نلقي باللوم على الجائحة وجائحة كوفيد-19 ولكن في الواقع فالأمور هي ليست على ما يرام قبل الكوفيد. هناك بعض الأسئلة من المشاركين سوف أعطي الكلمة إلى المتحدثين لربما المزيد من التعبير عن بعض النقاط الأخرى أو ربما إثارة نقاط جديدة وسأعطي الكلمة إلى إلفا إن كانت لديها ربما إن كانت هناك بعض المسائل التي لاحظتها حول هذا التقرير حتى تكون لدينا نقاشات بناءة وسأدعو إلفا أن تعلق على بعض الأفكار أو الحلول حتى نمضي قدما حتى نساعد هؤلاء الذين هم في حاجة ماسة إلى النفاذ إلى العدالة. إلفا لديك الكلمة. شكرا ميلينا شكرا إلهام وزهرة لمداخلتكما من المثير الاهتمام أن نتعرف على وجهة نظرتكما والعديد من المتدخلين بالتأكيد متواجدون ويجب أن أؤكد أن هذا التقرير هذه النقاشات هي التي ولدت هذا التقرير هذه النقاشات مع الحرفيين القانونيين وقمنا بتطوير هذا الاستبيان وكانت لدينا إمكانيات محدودة لإجراء المزيد من المقابلات وبالتالي اعتمدنا على هذه المقابلات طبعا هي انطلاق وبداية النقاشات طبعا لا ندعي أنه في تقرير ذي 30 صفحة سنقوم بتغطية كل المشاكل والنزاعات والمرتبطة بالعدالة الانتقالية وكل هذه المواضيع. طبعا أريد أن أؤكد على هذه النقطة نحن يعني استقينا معلوماتنا من يعني هذه المحادثات التي كان مصدرها الميدان ومن طبعا أفواه المهنيين القانونيين وبالتالي نحن لا نهمل وجهات النظر الأخرى طبعا لأننا في نطاق محادثات وحينما يتعلق الأمر بالتداخل وإدخال القطاعات المختلفة إدماج القطاعات المختلفة
لا يمكن أن يكون يعني هذا التقرير ملما بكل هذه النواحي، لأننا مرتبطون بالمواد والبيانات التي تصلنا. فهناك المواضيع المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وعلى التشريعات طبعاً، والعنف ضد المرأة. وكذلك هناك التعريف لمنظمة الأمم المتحدة ويعني منظومة المرأة داخل الأمم المتحدة وتعريفها للعنف ضد المرأة. في ليبيا أطلقتم تقرير حول يعني العنف ضد المرأة عبر الإنترنت. نحن هنا للانطلاق في هذه النقاشات وللاستجابة إلى بعض هذه المشاكل. طبعاً إذا ما تعلق الأمر بالنزاع يعني لدينا إطاران مختلفان طبعاً، وهذا قد يزيد من الصعوبات طبعاً. يعني إن التواصل العنف الذي نراه ضد المرأة يجعلنا نركز على هذه النقطة بالذات، وأن نشكركم جزيل الشكر على الإشارة إلى هذه النقائص. وفيما يتعلق بما قالته إلهام، أنا أتفق معك حول الرابط بين المجتمع المدني ومسؤولية الدولة، ولا يمكن لهذه المنظمات أن تكون بديلاً عن الدولة فيما يتعلق بالمسؤولية ويعني دور وعمل ومهام الدولة. هذه هي يعني ردة فعلي بسرعة، وأشكركم على هذه الفرصة. شكراً جزيلاً. مينا، هل أردت أن تعلقي بعض الشيء؟ بعض الكلمات. أود أن أشكر كل المتحدثات على هذا التقييم الجيد وهذه المناقشات القيمة. بالنسبة لي هذا التقرير هو يعني خطوات أولى، ليس فحسب في ليبيا، حتى في كامل أنحاء العالم هناك العديد من التحديات، وليست هذه التحديات ليست مرتبطة بليبيا فقط. بالنسبة لليبيا هناك تقارير طويلة تم إصدارها من طرف الرابطة الأمريكية للقانونيين حول المنظومة القانونية في ليبيا، وتطلبت سنتين لصياغتها. وهذا التقرير هو تكميلي في حد ذاته، لا يصور ولا يعطي ربما صورة كاملة، ولكن بسطة حول يعني ظروف النفاذ للعدالة أثناء جائحة كوفيد-19. وهذا التقرير سيساهم في إثراء النقاشات وإثارة العديد من النقاط، وهذه النقاشات تثبت أن هذه الوثيقة ذات قيمة، ومن شأن هذه الوثيقة أن تولد المزيد من النقاشات وأن تساهم في مساندة الفئات الضعيفة. هذا التقرير سيتم استعماله من طرف المانحين من أجل المضي قدماً لإحداث بعض الإصلاحات، وهذه الإصلاحات تتطلب التعاون سواء كان ذلك داخل الحكومة أو كذلك من خلال مساهمة منظمات المجتمع المدني، ونحن هنا متواجدون للمساعدة قدر الإمكان. هذا العمل هو عمل جماعي وعمل فريق، ونحن نصب إلى أحداث والحصول على النتائج التي نصب إليها والتي نتمناها. شكراً. سأعطي الكلمة إلى إلهام، ثم سنعود إلى زهرة، ثم بعد ذلك
سوف سنتطرق إلى الأسئلة التي أتتنا من المشاركين والمشاركين. لدي الفرصة، أنا يعني سعيدة بهذه الأسئلة التي طرحت وسأستعملها فيما بعد، سأجيب عليها. هو نفس الشيء، أود أن أنتهز هذه الفرصة التحدث مع كذلك المشاركين والجمهور المستهدف. The following question, and this is a question that is addressed to us by Nina Lahoud, who is actually an ILAC board member, but she raises actually two excellent questions. So let me start with this. Given the lack of sufficient awareness by women and other vulnerable groups on their legal rights, including on issues of gender-based violence and custody, I seek feedback on the following. Number one, the extent to which Libyan laws and orders have been digitized and posted on a website for easy access by the population. So let's start with the first question. We have already mentioned digitization, and I believe that it was Elham who talked about, you know, it depends on what the definition is. So, you know, this is to all the panelists, so I don't know who wants to weigh in on this one, perhaps, but are you familiar, do you know whether Libyan laws, orders, other regulations are actually widely available on the on a government website for easy access? Elham? No, I actually picked up on that question in my initial comments, but the short answer is no, there is no formal platform where this all exists. In some instances, but very sporadically, a ministry might put on their ministry's website the relevant laws to them. So for example, the example I gave is the Ministry of Housing might put the relevant laws, but even then, actually, purely practically, you might click on it and it won't take you to the law, or it might even not be up to date. And like very basic things like the Constitutional Declaration, which is, you know, the most fundamental law in Libya, actually your most reliable source to find the whole thing is probably Constitute.net or something like that, as opposed to a government-based thing. So yes, Nina, I think a very sound initial project for digitization, and one where it's safer from a human rights perspective, is to make laws available in a digital format. Can I interject here, please? Of course. I would ask, instead of answering the question, I would ask another question. أود أن أطرح سؤالاً آخر ويتعلق بالكهرباء، وإذا كان هناك انقطاع في الكهرباء في ليبيا أم لا. في أكثر الوقت في عديد من الأماكن، ونحن نتحدث هنا عن الفئة الهشة، هذه الفئة الهشة ليس لها وصول للإنترنت أو خدمات كهرباء. إذا أردنا أن نصلح مشكلة نفاذ القانون عن طريق جديدة، لا نستطيع استعمال هذه الطريقة لأنهم لا يمتلكون هذه الطريقة أساسا، ليس لديهم خدمات إنترنت أو كهرباء. وعلينا أيضا أن نركز على أهمية الدعم القانوني والنفاذ إلى القانون والاعتماد عليه. هل لديهم ثقة ما في هذه المؤسسات، مؤسسات القانون ومؤسسات العدالة؟ هذا شيء يجدر بنا الحديث عنه. يجب علينا معرفة السياق ومن يعيش في هذا السياق، من هم هؤلاء الأشخاص، ما هي أولوياتهم وما هي حاجياتهم وماذا ينقصهم. وعلينا أن نجعل نفاذهم للعدالة مفهوما. يجب أن يعرفوا عليه أكثر وأكثر، ويجب أن يكون واعين به. يجب أن لا نصعب الأمر عندما نتحدث عن رقمنة العدالة أو نظام العدالة، وهذا
ليس من حاجيات الليبيين الآن نظرا لقدراتهم، وما هو دور القانون في حياة المواطن الليبي بالإضافة إلى النفاذ إليه؟ وهذا ما تحدثت عنه قبل قليل، يجب أن نكون واعين بالنزاع وبالحالة الأنواع الاجتماعية، ومن ثم نتطرق للحديث عن النفاذ إلى القانون في أوقات صعبة مثل زمن كوفيد، زمن الجائحة في دولة مثل ليبيا، ودولة مثل ليبيا التي عانت من مشاكل مع النظام العدالة على مدار سنوات. لدينا العديد من القضاة الفذين وعلي المهارة، ولكن ليس لدينا نفاذ لهذه المنظومة، منظومة العدالة. وعلينا أيضا أن نركز على المشاكل المتعلقة بالعدالة والمشاكل المتعلقة بالعنف المواجهة ضد المرأة أو الأنواع الاجتماعية، وبالتالي يجب علينا أن نتجنب الإصلاحات السريعة والوقتية من دون التعمق في جذور هذه المشكلة بصفة أحادية. لربما نضع نظرة إيجابية على ما يحدث. سوف أعطي أنا وزهرة أحيانا نتحدث عن نفس الشيء لأننا نمضي الكثير من الوقت مع بعض. أنا أظن أن رقمنة العدالة هو رقمنة القوانين، هو معلومة، هو وضع معلومة في المعلومات المتواجدة الإنترنت، وليست بيانات ستعيق نفاذ الناس للعدالة، منع الناس كما مثلا تسجيل القضايا من نفاذ العدالة المجموعات المهاجرين لا يعني ذلك الكثير. بعض الليبيين ليس لديهم حتى أدنى صرف للشراب، ولسنا هنا نتحدث عن الكهرباء أو الإنترنت، لا يفكرون أبدا في لا نريد أن نخلق موانع جديدة خلق الموانع الموجودة أساسا، ولكن هناك نوافذ صغيرة حيث يمكن القيام نستطيع أن نتحدث فيها عن المشاكل المعقدة، لذلك توفير هذه البيانات للمحامين بما في ذلك يستطيعون تسهيل النفاذ إلى المحكمة والإجراءات طرق تسجيل القضايا في المحاكم، وهذه بعض الأشياء وهذه أشياء إيجابية. وعلينا أيضا الاهتمام بالحفاظ على خصوصية البيانات للضحايا والبيانات الأفراد، ليس لدينا قوانين لحماية بيانات الأشخاص في هذه في هذا السياق عفوا، وهذه نقطة من النقاط. النقطة الثانية، إذا كنت باستطاعتي الحصول على المعلومة هذا شيء جيد، لأنني لن أكون في خطر التعرض لسرقة معلوماتي، ولم يكون في عملية يقدر أحد أن يرى معلوماتي لأنني أتلقاها ولا أعطيها، وستكون حيادية بالنسبة لتأثيرها. لدي مشكلة في فهم الواقع ما نتحدث عنه في الحياة الواقعية وعلى الأرض، لأننا سنجعل هذه العملية عائقا في حد ذاتها وليست تسهيلا للنفاذ للعدالة. شكرا جزيلا، شكرا شكرا زهرة، شكرا الهام زهرة. لقد تطرقت إلى الجزء الثاني من أسئلة الجمهور وهو النفاذ إلى الإنترنت بالنسبة للفئة الهشة. عامة الناس الكثير منهم فسروا لنا أن ربما ليس لديهم التيار الكهربائي والإنترنت. ما لم نخلق المزيد من العوائق، يعني نشر المعلومات على الإنترنت حتى وإن لم يكن للجميع نفاذ إلى هذه قد لا تساعد هذه الفئات الهشة في المراحل الأولية، ولكن على الأقل هم على علم أن هذه المعلومات موجودة. وكذلك رقمنة هذه المعلومات وهذه القوانين ونشرها على المواقع الإنترنت
لا يقصد منه أن تكون حلاً لكل المشاكل أو أن تكون هذا المقاربة الحصرية التي يمكن اعتمادها. هناك العديد يمكن أن نجد مقاربات متوازنة في هذا الشأن، ويجب أن ننظر إلى هذا من منظور النزاع وأن نأخذ بعين الاعتبار الوضع على أرض الواقع، والأمر لا يتعلق فحسب بما نقوم به. فجائحة كوفيد، منذ جائحة كوفيد 19 لقد استمعنا إلى العديد المرات إلى حلول الرقمنة في عديد المجالات، وليس خاصة وليس بضرورة في موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي. لقد استمعت إلى العديد من هذه المسائل، كما أن الجائحة هي التي يعني عقدت الوضع، أو أن ولكن الجائحة هي يعني أبرزت يعني قصور المنظومة لمعالجة هذه الانتهاكات. نحن نفكر في الحلول الرقمنة ولا نفكر في اجتثاث أسباب هذه المشاكل، وبالتالي حتى وإن كانت هذه الفئات الهشة كان لديها نفاذ إلى هذه إلى الإنترنت، ما العمل في وسط اجتماعي يعني فيه يعني الوصم الاجتماعي ضد المرأة؟ كيف يمكن لامرأة أن ترفع قضية عبر وسائل المرقمنة وبالتالي أو وسائل الإنترنت؟ يجب أن نركز على مسائل أكثر يعني أهمية عوضا عن الرقمنة. ربما قد تكون الرقمنة وهذه الوسائل المرقمنة يمكن أن تكون أن توفر هذه المعلومة ولبناء القدرات، ولكن ليس كخدمة متوفرة للضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي أو حتى عائلاته. قبل أن أنتقل إلى سؤال آخر، نينا، زهرة أو إلهام، هل لديكم؟ إذن سأسألكم حول جزئين من السؤال. أولاً، هل لديكم أفكار حول الحكومة التي تم انتخابها للوفاق الوطني؟ كيف لها أن تعالج مثل هذه المسائل في المستقبل؟ هل كيف ربما يتطرقون إلى المسائل التي ذكرناها وناقشناها؟ ألبا، يمكن. أظن أن إلهام وزهرة من الأفضل أن يقومهما بالإجابة على هذا السؤال. شكراً. سأقوم بتشغيل الميكروفون كما كانوا مستمعين، لأنني أنسى ذلك دائماً. لا أدري إذا كان هناك مدة لهذه أو تفويض لهذه الحديث. نقترح أن هذا النوع من العمل سيكون خريطة طريق محدودة بالنسبة إلى ليبيا، وستعطيهم الصلاحية القانونية لبناء هذه الخريطة الطريق، وهذا هو تفويضهم، وهذا نظرة استشرافية على المستقبل. أنا أقول العديد من النقاط وسأفسرها واحدة تلو الأخرى من دون أي آراء مسبقة حول هذه الحكومة. أظن شخصيا أن أول شيء علينا القيام به هو إحداث سيادة القانون.
بعد احداثية قانون سيكون لدينا مؤسسات قانونية وذات صبغة قانونية. وكلما شاركنا في سياسة القانون وكلما كان لدينا مؤسسات قانونية سنمحي فكرة الوقتي والمؤقت وغير القانوني، وهذا ما نريد الوصول إليها. والنقطة الثانية هي نقطة فنية بالتمام، وأي إجراء يمكن القيام به للاعتناء بهذا الأمر هو التساؤل عن هذا الأمر من منظور دستوري. هناك بعض الموظفين أو الحكوميين الذين انتهت مدتهم أو صلاحيتهم في السلطة منذ سنوات ولا يزالوا في سلطة الحكم، ويجب أن نتذكر أن دورنا هو نشر سيادة القانون وتطبيقها من دون أي استثناءات. وهذا وهذه الاستثناءات إذا تجنبناها سنقوم بمستندة القانون وسيادته. أنا أتفق مع ما قالته إلهام، ليس لديهم تفويض، ليس لديهم تفويض رسمي، ولكن في تفويضهم وفي مهامهم عليهم القيام بالإجراءات المتعلقة بالحماية من الجائحة كوفيد-19. وليسوا مفوضين حتى في مجلس النواب هذا أو البرلمان هذا، ليس مفوضا، وانتهى تفويضه من سنوات. ولماذا نحن نحارب لإحداث الانتخابات ونريدها في نهاية هذه السنة عفوا، ونريد التركيز على كل التفاصيل وسد كل الهفوات ونناقش كل هذه التوصيات من الدولة مهما كانت، من إصلاح النظام أو توفير السبل لحكومة جديدة، ولكن ليس في هذا الوقت بالذات. ولكن السؤال الذي يبقى، إذا كان هناك ضحايا وأنت تركزين على الضحايا الإناث في زمن جائحة كوفيد-19، ماذا سيفعلون؟ الحل الذي تقدمينه سيدتي هو حل توقيتي وحل ينطلق من الأعلى وليس من الأسفل، وهذه مقاربة قانونية ليبيا في سياق نظام قضائي منحل أو هرم، وهذا أمر صعب، وهذا أمر قد يدعونا إلى التفكير لإعادة التفكير في النظام القانوني. وأدري أن القانونيين يبدأون من الدولة وإعادة إصلاحها لبعض القوانين، ولكن ماذا إذا كانت الدولة غائبة أو الدولة ليست موجودة؟ أين نبدأ حين ذلك؟ من أين نبدأ؟ وكيف نحمي هذه الفئات المهمشة أو هذه الفئات الهشة؟ وهذا هو التفصيل الذي أود أن أركز عليها، ولهذا أريد أن أركز على النطاق أو السياق في النزاع المسلحة. شكرا لك. هذا سيمثل مرورا سلسا لسؤالي، والذي يتعلق بالحكومة الليبية وجزء منه يتعلق بما ذكرته الآن. كيف يمكن للأيلاك المجمع الدولي المساعدة القانونية كيف له أن يساعد، كيف له أن يوفر لكم سبل المساعدة بشكل نافع وبشكل فذ؟ وأنا أود أن أسأل السؤال لجميع الحاضرين هنا في القائمة، ثم سأحول الكلمة إلى زهرة. عفوا، أظن أنه من الأفضل أن نبدأ بزهرة. إذن زهرة، سأبدأ بك.
حسب رأيك ما يمكن للمجمع الدولي للمساعدة أو رابطة الأمريكية للحقوقيين ما الذي يمكن أن يفعلوه للمساعدة والتطرق لهذه المسائل بشكل فعال وتجاوز الحكومة أو تجاوز السلطات التي لا تعمل بشكل جيد أو بشكل فعال؟ حسناً، هذا سؤال رائع. وإذن يمكن أن يتم قسمته إلى الإجراءات الوقائية والإجراءات التي تتطرق إلى العنف. جزء من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان وفي العالم هو التركيز على ما سنفعله بعد حدوث العنف وأحداث العنف، وهذا مهم أيضا، هذا في حد ذاته مهم، وكل المحامين العالميين يعملون على ما ينتج عن العنف. مثلا يمكن أن نساعد في خلق آليات للتأكد والضمان أننا لسنا معرضين لهذه الاعتداءات، وأن يكون لدينا نفاذ للمساعدة وضمان النفاذ العادل والمتساوي للتبليغ عن هذه الأعمال العنف. ومن الصعب جدا أن نفعل هذا كله من نظرة عالمية، من منظمتنا عالمية على المستوى المحلي، ولربما الإعلام له دور أكبر، وما يفعله الإعلام لديه دور أكبر من الأمم المتحدة لو كانوا يعطوننا المزيد من الانتباه إلى العنف مجهزة المرأة والأنواع الاجتماعية بالنسبة للنقل الصحفي والبث لهذه المشاكل. النقطة الأخرى أو المشكلة الأخرى هي الإجراءات الوقائية أو إجراءات الحماية من العنف أو التوقي من العنف، ولا أرى أن هذا موجود. في العادة نحن نتصرف أو نستجيب بعد أحداث العنف وبعد ما تحدث المشكلة أو حدث العنف هذا من دون إجراءات وقائية. وشخصيا أرى أن هناك بعض المصاعب في هذا المجال، ربما سنزيد من الدعم التقني والمالي لهذا الجزء الذي تطرق لمنظمات المجتمع المدني الذين يوفرون الدعم النفسي لضحايا العنف الجندري، وإحداث لجنة لمراقبة هذه الأحداث أو أعمال العنف ضد المرأة والأنواع الاجتماعية من أجل المنع منها أو حدها. وهناك بعض الأشياء التي سنستطيع أن نقوم بها. أنا أفكر في بعض الأمثلة، لكن خلاصة هذه المشاكل التي أود طرحها. شكرا إلهام، هل تودين المشاركة؟ أجل، أظن أن إحدى التفاصيل التي يجب ذكرها بالنسبة للمجمع الدولي، أحيانا العمل الذي يجب القيام به هو العمل الطويل، العمل المرهق،
والعمل الذي يتطلب الكثير من التركيز والجهد وليس عملا جميلا وعملا صالحا للنشر على الانترنت او التباهي به لانه عمل مرهق وعمل ليس قابل للتقديم. ومثل المنظمات والمجمع الدولي الذي يستضيفنا اليوم يجب القيام بالعمل بالجهود وتدريب المدربين وتوفير المحامين وتدريب الجهات المختصة والمجتمع المدني والجهات المحلية في هذا السياق. ونحن نستريح الآن وننظر إلى المستقبل ونرى أنه في المستقبل هناك جهود جبارة يجب علينا القيام بها للتقدم في مشكلة في حل مشكلة العنف الموجه ضد المرأة. ويمكن أن أضع أو أقدم بعض التوصيات ولكنني أظن أن أهم شيء هو أوقف الهجرة إلى ليبيا، أوقف تدفق المهاجرين إلى ليبيا لأن المهاجرين يصلون إلى ليبيا بأعداد غفيرة. وعوض الحديث عن الفئات المهمشة أو الهشة في ليبيا يجب علينا الحديث عن منع تزايد الفئات الهشة في ليبيا. نحن نتحدث هنا عن المجتمع الدولي ونحن لا نبحث عن كرم مقدرة، ما نبحث عن القانون وإنفاذ القانون الدولي خاصة من الاتحاد الأوروبي والمجتمع العالمي عموما. إنينا لديك بعض أو إلفا هل هناك بعض التعليقات؟ أجل أدري بأن الوقت يداهمنا ولكن هناك مشكلة يجب أن أطرحها. كانت نسرين ستشاركنا اليوم ولكن لن تقدر على مشاركتنا اليوم وكانت تتحدث عن هذه المشكلة وهي تحدث عن العدالة الانتقالية في وسط جائحة كوفيد جائحة كورونا والمشاكل التي تتعرض إليها المرأة والعنف الموجه ضد الفئات الاجتماعية والتحدث من دون الاعتماد على مؤسسات الدولة. يجب أن ننظر نظرة استشرافية على المستقبل من دون الاعتماد التام على الدولة ومؤسساتها وهذا ما يجب أن نركز عليه. هل باستطاعتي المشاركة؟ هذه مشكلتي مع المجتمع المدني المجتمع الدولي عفوا. هناك بعض الآليات لإصلاح المنظومة القانونية ولكنها ليست تعويضا للنظام القانوني. القانون الليبي ليس القانون الليبي القبلي ليس قانونا قبليا لكنه قانون توسط ونريد أن نعمل على بناء نظام قانوني متكامل وهذا مهم جدا. وهناك نظرة شرقية لكبار القبيلة والنظرة الشرقية لكبار القبيلة على أساس هم من يوفر السلام وهم الأسس لبناء نظام قانوني وهذه نظرة ليست نظرة مثالية. هناك العديد ربما ستكون زهرة مخالفة في الرأي ولكن من المهم التركيز على نظام العدالة يكون حياديا وحد من العنف ضد النساء والدفاع عن العدالة بشكل عادل لجميع الناس وليس ومن دون الاعتماد على نظام العدالة البديل أو نظام العدالة القبلي. يجب علينا الاعتماد على المجتمع بكله وعن سيادة القانون بشكل حيادي وجيد. شكرا الهام. نينا هل لديك أي تعقيب؟ ليس لدينا الوقت ولا أستطيع الدخول في التفاصيل ولكن العديد من المشاكل التي تم طرحها مثل العنف ضد النساء والعنف ضد الفئات الاجتماعية وبدأنا اللقاء
بتركيز على وسائل المساعدة وتركيز على هذه المشاكل بذاتها، ولكن بالنسبة للمساعدة من المجتمع الدولي فإنها محدودة، فقط السياسات هي التي يتم تنفيذها والتي يتم طرحها من قبل الفاعلين السياسيين العالميين، وهنا يجب أن نذكر أن الحالة قد تحسن من وقت سابق. شكرا نينا، أنا أفهم أن الوقت يداهمنا الآن، لقد نفذ من الوقت بالفعل. أود أن أعلم الجميع أن التقرير متوفر في خانة الدردشة وفي موقع الإلكتروني للمجمع الدولي للمساعدة القانونية الدولية ILAC، وأريد أن أشكر كل المشاركين والحاضرين وأعضاء اللجنة لحديثهم ومشاركتهم في حديثنا اليوم، وعلى أمل أن نلتقي بكم في المستقبل. شكراً.